ما فيش طحين في السوق، فيش طحين، كيس طحين فوق ال 200 شيكل. من وين بدنا نقدر نجيبه؟ طب انا والد شهيد لليوم ما قبضناش، اللي هلقيت 10 شهور ما قبضناش، احنا راتبنا واقفه، احنا قاعدين واقفين هنا بعد اوقات بناخذ ربطه الخبز وبعد اوقات ما لحقناش الدور، بنروح فاضيين، بنروح فاضيين، يعني بعد اوقات احنا بناكل احنا اولادنا بعد اوقات ما بناكلش. ما فيش حاجه بالسوق السد ولا حاجه ولا شيء بقلب السوق موجود، لا سيرج ولا سكر ولا شاي ولا سمنه ولا 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 فراخ ولا ولا لحمه ولا سمك. والخضار البندوره 50 شيكل الكيلو، من وين اجيب يا عمي؟ معناش انا واقف بين عشان ربطه خبز، باجي من الصبحيات لا لقيت لا العصر لما ابصر اخذ ربطه الخبز ولا ما اخذهاش. أنا إلي من الساعة 7 الصبح عشان آخذ ربطة خبز أطعم الأولاد الصغار، أولادي طبعاً. وفش ولا سيرج ولا سكر ولا طحين ولا لحمة ولا سمك، كله سبب الاحتلال الصهيوني سكر علينا المعابر. نص النهار بسيبه، بسيب اطفالي نص من الساعه 8 للساعه 3 بجيب ربطه وبسيب اطفالي، وانا نازحه وضع تعبان. شو بدك تحكي وضع حرب؟ تعبانين نازحه بمدرسه، يعني تعبانين، يعني تعبانين جدا جدا. احنا شعب انظلمنا، احنا شعب مظلوم، احنا شعب منطالب باقامه دوله لنا ونعيش بكرامه زينا زي العالم. احنا منطالب العالم كله يقف معنا بوقف اطلاق النار وحل قضيتنا الفلسطينيه. احنا بدنا نعيش زي العالم ما هو عايش، نعيش بكرامه. احنا بدنا وطن، احنا دعاة سلام مش دعاة حرب.